هو انا اتوقع ان يعني انا اتمنى ان المنتخب يكسب ان شاء الله، يعني ويكسب بنتيجه كبيره زي ما هو معودنا دايما، بس للاسف يعني حاسس ان هو ممكن يطلع من البطوله بدري. يعني هيكسب ان شاء الله، المنتخب هيلعب كويس وان شاء الله نكسب 2-1 ان شاء الله خير، و 2-1 لمنتخب مصر ان شاء الله. اتوقع المصري بكره يعمل اداء حلو ويلعب حلو ويكسب 1-0. والله ان شاء الله اتوقع اداء جيد يعني للمنتخب، وربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله، وباذن الله بكره نكسب ان شاء الله. هنكسب يعني، يعني هيبقى فرق واحد فرق اثنين بالكثير قوي يعني، ان شاء الله بس ان شاء الله هنكسب. والله هي مش توقعات، هي تمنيات حتى. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله مصر تكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نكسب 2-0، بس المنتخب يبقى عنده الدفع يعني اللي هو يكسب، واللعبة تبقى رجالة يعني. ان شاء الله الرحمن المنتخب هيفوز 2-0. ان شاء الله المنتخب هيفوز ان شاء الله 2-1، محمد شريف هيجيب جول ان شاء الله.